مع السلامة. مع السلامة، مرحبا بكم في كويزين باي منو، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اليوم جيتكم بريسيت جديدة وفيديو جديد. اليوم مش نعملوا مع بعضنا بيتزا كورني بطريقة ياسر سهلة، بات ياسر خفيفة وياسر بنينة، كذلك بصوص بلانش بنينة بنينة على الاخر. دونك بيتزا ما ينجم نقول عليها كانت تعمل 66 كيف، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واللي يزور القناة اول مرة نقوله مرحبا بك، فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير، ونقص لكم هكايا ونوريكم التشخشيخة والبنة متاع البيتزا متاعنا. دونك خليكم تواكا مع طريقة التحضير والمقادير. دونك بالنسبة للمقادير متاعنا، مش نستحقو 500 غرام فارينة، بنسي ملح، ملعقة أكل كبيرة خميرة مرتبات، مغرفة خميرة خبز، مغرفة سكر، شوية كليل وشوية زعتر، كعبة ياغورت ناتور، 50 غرام زبدة تكون لينة بحرارة الغرفة، والحليب ما يلمنا البات متاعنا. دونك يلا تويكا نبداو الرسيت مع بعضنا. بالنسبة لي أنا مش نعجنها في العجانة الكهربائية، وأنتم تنجموا تعجنوها باليد. دونك مش ناخو هكايا، مش نعمل هكا فيرة هكا في الوسط، ومش نضيف السكر والخميرة، مش نضيف عليها شوية حليب، الحليب يكون دافي، ردوا بالنا ما يكونش سخون برشا. صبوا هكايا كونتيتي صغيرة ونخليهم شوية حتى لين يتفاعلوا. ولا كيما تلاحظوا، بعد ما تفاعلت الخميرة تاعي مش نضيف الكليل والزعتر، نجمو راهو المنكهات هذوما هكا تستغنيو عليهم، ما يبننولكم البات. عندي المغرفة خميرة مرتبات، كعيبة الياغورت ناتور، لازم هكذلك تكون بحرارة الغرفة، خرجوها قبل بوقت من الثلاجة. بنسي ملح، ونكملو تويكا مش نعجنوها، الزبدة مش نضيفوها في الاخر بعد ما نكملو نعجنو البات بتاعنا، نرميها تو في العجينة ونقعد نزيد في الحليب بشوية بشوية حتى لين تتلملي عجينة تكون ما تكونش يابسة وتكون هكية طرية، ومهم طو ما تتلصقش برشا في اليدي. وعلى طويكة مش نضيف 50 غرام زبدة، ونكمل نعجن البات متاعي. وعلى كملت عجن البات متاعي، شوفوا كيفاش تبدأ هكية، لازمها تكون مرخوفة كيما هكا. طبعا مش ناخو شوية زيت جوست هكا باش نلمها، ومش نخليها حتى لين يتضاعف الحجم نتاعها، مش نغطيها بابي سلوفان، ونخليها حتى لين يتضاعف الحجم نتاعها. لو طون اللي هي اختمرت نمروا احنا نحضروا الفرس نتاع البيتزا. شوفوا هذه هكا القوام اللي لازمكم تتحصلوا عليه. انا نغطيها، نمشيو نحضروا الفرس مع بعضنا. دونك بالنسبة للفرس مش نستحق، عندي لهنا صدر متاع الدجاج غسلته بالباهي ونظفته وقطعته مكعبات، عندي راس بصل صغير قطعته كذلك جويد، عندي 4 ولا 5 سنينات ثوم عصرتهم. بالنسبة للفحات متاعنا مش نستحقو، شوية ملح، شوية فلفل احمر، شوية تبل وكروية، شوية كليل وزعتر، شوية حبق، وشوية فلفل شيح. دونك يلا تويكا نطيبو مع بعضنا. باش ناخذ المقله نتاعي، خليتها على الغاز باش نضيف شويه زيت
باش نضيف البصل والثوم. نضيف كذلك الدجاج. باش نضيف الفاحات نتاعي الكل. بالنسبة للفاحات أو كاختياري كما تحبوا انتوما تفوقوا الدجاج بتاعكم. حاليا هكايا بعد ما نبدا نزيدو شوية ماء باش يطيب لنا الدجاج وكهو. ولا الدجاج نتاعي قاعد يتقلى تويكا مش نضيف له الصوص هذيا هكا الباربيكيو تعطيه بنا كذلك بنينة اختياري تنجمو تعملوها تنجمو تستغنيو عليها. تويكا مش نضيف هكا من با شوية ماء باش يطيب لنا الدجاج هكا هو ما كتروش شوية وبعدا نغطيوهم ونخليهم حتى لين يطيبو. بعد ما يطيبو انا نرجع لكم نوريكم المرحلة اللي بعدها. ولا كيما تلاحظوا الدجاج نتاعي قف على زيتو تويكا مش نضيف له حكا كريم فريش هذا خلطها مع الدجاج وصيبو نطف عليه. هكايا الفرس نتاعنا جاهز. تو مبقالنا كان نمشيو نشكلو البيتزا مع بعضنا. ولا رجعت لكم تويكا بعد ما البات نتاعي ضعف الحجم نتاعها شوفوا ما شاء الله. تو مش نديجازيوها كيما هكا نحيو على هيك الغازات اللي تكونت فيها ومش نبدا نشكل قريبات الكورني البيتزا نتاعي. باش ناخذ شويه تيرينا فوق البلان دو ترافاي كما هكا. بالنسبه للفارس عندي جبن موتزاريلا عندي زيتون نجمو تعملو زيتون كبار عندي صوص البيتزا عندي هذايا هكا جبن الشرائح عندي الصوص هذيا البلانش اللي عملناها مع بعضنا. نبدا ناخذ هكا طريف من البات نستعين هكا كما شويه بنينه خاطر كما ريتو تتلصق شويه بعد مش نحلها هكايا بالقلقة. ولا كملت حليتها هكايا على شكل دائري مش ناخذ شويه من الصوص هكايا بيتزا نجمو تستغنيو عليها صوص وتعملو جيست الصوص هذيا هكا البلونش الفارس اللي عملناه مع بعضنا. ديجا شيما فيها ونعرفوها الريسيت متاع الصوص بيتزا سهله ما فيها حتى شيء. نجمو تشخشخوها بأي نوع متاع جبونات عندكم قد ما تشخشخوها كما تعرفوا البيتزا قد ما تجيكم بنينة. هي السر متاع البيتزا راهي الفرماج كي نكثرولها بزيت فرماج تجينا بنينة. باش ناخد فرماج هذيا هكا سلايس وطويكا باش نسكرها بالطريقة هذي كيما هكا. باش ناخد بارتي هذي وبارتي هذي وننزل عليهم كيما هكا على شكل كورني. الفرن تاعي خليته يسخن على 200 درجة باش نطيبها بالفونديلاتور كيف كيف راهولي. ما عندوش حتى الفونديلاتور يطيبها نار من اللوطة والفوق. ما عندكش نار من اللوطة والفوق نطيبوها من اللوطة ومن بعد نحمروها من الفوق ما يقلقش. فوالا هذه هكا طيبت البيتزا نتاعنا باش نرميها تويكا ديريكتومون في الطبق نتاع الفرن. نعاود حلة أخرى معاكم خليت هكايا بول ونحلها على شكل دائري نحلوها جويدة باش من بعد تجينا
البيتزا نتاعنا جويدة ما تجينيش فيها هكايا برشا عجين. هلا نعاود ناخذ الصوص الحمراء صوص بلانش وجبن زيتون سواش ننزلو عليها هكا ونسكروها. كيف كيف نمشي نخليها يطبق ونفوت نكملهم الكل بنفس الطريقة وبعد نرجع لكم. دونك كيما ريتو كعيبات البيتزا نتاعي ما فرشتش بابي كويسون، عملت فرينة. بالنسبة للمعجنات للبيتزا وإلا باغيت فارسي وإلا أي نوع سوفلي تعملوا في الطبق تعملوا فرينة، بالحق تجيكم البات ياسر ياسر تحفونة والطياب نتاعها مش نورمال، خير من بابي كويسون. دونك خديت لهنا شوية حليب وشوية زيت مش ندهن بيهم كعيبات البيتزا. الفرن نتاعي سخن بالباهي بالباهي، لازم يسخن بالباهي بالباهي. البيتزا تحب اعلى درجه من السخانه. دونك ندهنهم هكايا من فوق وندخلهم ديريكتومون يطيبوا. بعد ما يطيبوا انا نرجع نوريهم لكم في المشهد النهائي. ولا رجعت لكم تويكم بعد ما كملت طيبت كعيبات البيتزا نتاعي. كيما تلاحظوا نوتكم ولا نشهيكم ما نحكي لكمش على الريحه، ريحتها ياسر ياسر بنينه. عملت معاها مايونيز كذلك هكايا شويه فريت. دونك هذه وصفتي كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو، تبارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائده. وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.